إسبانيا. يس، عندي ابن عمي من أكبر تجار بإسبانيا. Thank you, Shehnaz. عندي أكبر يعني ما نخافش، الحمد لله عندي باقتو. أنا والله المفروض أعيش بأوروبا، بس أنا عشت بالجزائر. أنا مني يعني اخترت الجزائر، بحب أنا حكايتي والله غريبة غريبة جدا. شكرا. حتى نحبكم برشا برشا. أوعدكم إني أجي أزور كل الدول العربية والله. شكرا. I love you too. والله ما تسمعوا يعني، ما في شيء، لا تعملوش الفتنة يعني، ما في شيء. أنا ما عندي مشكلة مع ولا واحد. أنا قلت لكم بحكي على لساني، ما تسمعوا حدا. أنا حكيت على لساني، أنا ما عندي مشكلة مع ولا مخلوق ولا إنسان. وكل واحد بده يعمل فتنة ما راح ينجح. نقول لك من دوك، نقول لكم من دوك الفتنة هذه غير ما كان، لا خلوها عندكم. أنا ما عندي مشكلة مع ولا إنسان. انا هجموني كاع، كاين ناس والله ما في شي، ما في ولا مشاكل ولا اي شي. انا قلت لكم لا للفتنة، انتم حاليا ما في شي، ما في مشاكل. تسرق اللايفات. انا اخر مرة تعرضت لسرق اللايف، نزلت وطلعت، حتى نزلت وطلعت باش عاودوا لنا اللايف. أكيد بدي أجي على العراق، وبدي أجي على السعودية، وأجي على كل الدول العربية، أزور وحدة وحدة. وعد إني أزوركم
كلياتكم، نزوركم كلياتكم. شكرا على الهدايا حبيباتي وحبايبي، ما في منكم. ما بي ولا شي، ما فيني ولا شي يا حبيبي. والله ما فيني شي والله. واي شي، اي انسان عنده شي يعني اتجاه زعلان مني، انا والله ما بستاهل انه يزعل مني لانه ما سويت شي. وانا مني زعلانه من ولا واحد، وان شاء الله كل واحد ربي يوفقه في حياته، وكلهم ان شاء الله ينجحوا في حياتهم. زعلانة؟ لا ماني زعلانة، البرد بردانة مو زعلانة، شوي بردانة. يا عمري انتو اكيد راح زوركم، راح زور العراق وزور السعودية وزور كل دول العرب بإذن الله. شكرا إيمان، thank you. شكرا على الورود، شكرا على التكبيس. حزينة يا عمري، بس بردت، حسيت بالبرد هذا ما كان فقط. شكرا حلومة، thank you. خليهم يتكلمون عادي، ما ينقصون منك أي شيء، بالعكس يزيدونك ثقة في نفسك. كيف أهل السعودية؟ بليز. كيف أهل السعودية؟ أوكي يلا ضحكة. والله أهل السعودية ينتظرونك تجين، بس تنورين السعودية. يا عمري أنتو على عيني وعلى راسي. متى تجين تزورين السعودية؟ قريبا إن شاء الله. كيف الأجواء عندكم؟ أوف، حر حر حر، ما تتخيلين كيف. والله بس الرياض هون شوي برد. أنا هون هلأ اليوم شوفي شو لابسة. كم الساعة عندكم الحين؟ كم الساعة عندكم الحين؟ الساعة 4 إلا الربع. يلا 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 يا جماعة، إيش تبغوا تسألوها؟ أسئلة عامة وليس أسئلة خاصة، لأنه ما يخصكم في حياة الناس. إيش تبغوا تسألوها؟ يلا نشوف سؤال نلقط سؤال حلو. ما لنا دخل في حياة الناس، تتصالح تتكلم تسوي اللي تبغاه، هي حرة. إيش سؤال في حياتها؟ في حياتها يعني سؤال عام. كيفك ريما؟ والله الحمد لله. إيش أخبارك أنتي؟ حترجع للتدريس ولا للتدريس ولا خلاص؟ لا لا لا، وقفت التدريس من زمان. ليش؟ خلاص كانت تجربة حلوة وكملت من زمان خلاص. ما شاء الله، شو انت تتكلم اسباني؟ اتكلم الماني، ايه، اتكلم فرنسي وانجليزي وعربية بس يا جماعة شوفوا الثقافة، بس شوفوا الثقافة وقولوا ما شاء الله وقفلوا على الدنيا كلها. شكرا.
وإن ألماني شاء الله. وإيش؟ أي وعندي أهلي، قلت لك عندي أهلي بفرنسا وبألمانيا وبإسبانيا، عندي أهلي بفرنسا وبإسبانيا، فأكيد راح أتعلم الإسباني لأنه ممكن أروح على إسبانيا، ممكن أعيش يا بإسبانيا يا بفرنسا، ما بعرف على حسب. الاثنين عندي أهل فيهم الاثنين. اوه ما شاء الله. إيه طب ليش، ما تفكري ترجعي؟ ايش اسم عطرك؟ والله هذا سؤال حلو صراحة، ايه ايش اسم عندك، عطرك؟ انا عندي كتير عطور، استعمل عطور كتير، انا بستعمل عطور فرنسية. اوكي، تحبين العود السعودية اكيد احب الخليجية العود عموما؟ اصلا، العطر اللي استعمله انا فرنسي، خليط بين العطور الفرنسية والعود. اوكي، تقدري تقولي اسمه ولا ما تقدري ولا ما ينفع؟ لا ما بعرف اذا عادي بقول اسمه، انا لا بعمل مو كتير. عادي، لا مو عادي، مو صراحة أنا أقول لك ما هو عادي. ايه اوكي، ايش السالفة؟ هم ليش، ايش في مشكلة، ايش بهم الناس؟ لا ما في مشكلة، ما بعرف، سوء تفاهم، ممكن سوء فهم للأمور، ما في مشكلة. سوء فهم للأمور في إيش يعني؟ ليش الناس تكبر المواضيع يا شوفي، في جماعة؟ ناس تتسرع ما تفهم، شوفي ما في شيء، هو ما في إيش شيء هو بس ليش؟ يتسرع ويحكي. طيب لا هيك يعني ممكن يعني.